شريف بتزعل او يعني خلال الفتره اللي فاتت تحديدا جمعيه رساله مرتبطه بجماعه الاخوان المسلمين، جمعيه رساله هي الذراع الخيري لجمعيه الاخوان المسلمين، صحت بقى الكلام ده ونوضحه، وهل ده بيثير الزعل عند حضرتك وعلى القائمين على الجمعيه ولا لا؟ انا زعلان جدا بقى، يعني ريت تديني بقى فرصه يا ريت اطلع مشاعري بقى، لحسن انا الموضوع ده مزعلني جدا جدا جدا. احنا يعني كنت تم استضافتي في احدى اكبر القنوات المصريه في ايام حكم الاخوان، كان محمد مرسي رئيس مصر، واتسالت السؤال ده، قلت لا علاقه لنا بالاخوان المسلمين ولا بغيرهم، ولن ننتمي ابدا لاي فصيل سياسي من اي نوع، لا الاخوان ولا غير الاخوان، ولا علاقه لنا بالسياسه اصلا مطلقا من اي نوع. الكلام ده قلناه في عز حكم الاخوان، فلا افهم ابدا ايه معنى انتشار الاشاعه دي بعد سقوط الاخوان. اذا كنا احنا في حكم الاخوان قلناها علانيه صراحه في التلفزيون ان احنا ما لناش علاقه بالاخوان، فبعد سقوط الاخوان ايه سبب الاشاعه؟ انا مش فاهم ايه سبب الاشاعه. الاشاعه دي مدمره بقى، المشكله ان هل اثرت عليكم دكتور شريف؟ يعني هل نسب التبرعات ليكوا والناس اللي بتيجي تتطوع وتساعد قلت؟ التطوع يمكن ما تهزش، الشباب المتطوعين ما تهزوش، ولكن التبرع قل، لان المتابعين يمكن مش محتكين بينا قوي، هو بيتبرع ما بيشوفش، المتطوعين بيجوا المكان وعارفين وشايفين، ما فيش اي مشكله خالص. التطوع ما تهزش، اللي تهز فعلا التبرعات، الناس اللي ما بتجيش قوي فمش شايفين قوي تهز. احنا ممكن تقول تبرعاتنا نزل 60%، لو مثلا بيجي لنا 1000 تبرع ملابس بقى دلوقتي بيجي لنا 600، ده من ألف نسبة كبيرة جدا. نسبة كبيرة جدا، نسبة خطر جدا، ده خطر على مؤسسة المفروض ان احنا بنحجم اعمالنا اكبر مؤسسة خيرية في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، احنا عندنا ربع مليون متطوع في السنة، بنخدم 3 مليون مصري، لما ننزل تبرعاتنا 60% بدل ما نخدم 3 مليون هننزل بنخدم مليون ونص. طب ذنب مين؟ بذنب مين؟ ليه المصريين بيعملوا في بعض كده؟ دي مشكلة كبيرة جدا، ان الانسان بيصدق اشاعة ليس عليها اي دليل خالص، كلام فارغ تماما. ويا ريت الاشاعة دي، يعني اشاعة ما بتضرش، الاشاعة دي بتضر ملايين المصريين. لما التبرعات تنزل بالشكل ده، احنا بنجيب حقن روماتويد لناس عندهم ما بيقدرش يقوم غير بالحقنة دي. لما تنزل تبرعاتنا كده احنا مش هنعرف نساعد، هيبقى عندنا مئات الناس اللي مش عارفين نديهم الحقنة. احنا الحمد لله لحد دلوقتي عارفين نكفي نفسنا، طب وبعدين؟ احنا كل يوم بيجي لنا مرضى جدد، كل يوم بيجي لنا مرضى جدد عايزين الحقنه ب 4000 جنيه ب 5000 جنيه في الاسبوع، بياخد حقنه في الاسبوع. التبرعات كانت شايله ده، لما التبرعات تقل كده احنا مش هنعرف نساعد مرضى طبعا. في ناس هتبقى مشلوله في البيت بسبب ان حضرتك مش حضرتك، يعني ان شخص ما مصدق الاشاعه. طب انك مصدق اشاعه في ناس مشلوله في البيت مش عارفه تقوم، الكلام فيه منتهى الخطوره. فيعني خطر جدا ان المصريين يتداولوا اشاعات ومدمره بهذا الشكل. صحيح. فالحقيقه لما بيحصل كده، لما بيقولوا بتلوم مين؟ اقول لهم انا بلوم نظام التعليم في مصر. انا فعلا بلوم نظام التعليم المصري، بلوم وزراء التعليم في ال100 سنه اللي فاتوا. ان احنا نظام تعليمنا بينتج فعلا مستوى الثقافه ده، ان الناس بتصدق حاجه بدون اي دليل. انك بدون دليل وبدون بينه وبدون اي حاجه خالص بتصدق ده، ما فيش صوره على الفيسبوك، جيب لي صوره على الفيسبوك بتقول ان احنا ساعدنا حد في رابعه ولا غير رابعه. جيب اي اثبات من اي نوع، ما فيش. الناس في مصر مش محتاجه اثبات، مش المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لا في مصر انت مدان ولن تثبت براءتك. يعني إيه نعمل ايه؟ طب الفتره اللي فاتت ومع وجود بعض الحملات من قبلكم ان انتم بتاكدوا على المعنى ان انتم ما بتنتموش لاي فصيل سياسي، ولا كنتوا حتى بتنتموا ولا هتنتموا لاي فصيل سياسي، هل التبرعات رجعت زي ما كانت تاني؟ ناس ابتدت تفهم وتعقل؟ لا ده بعد كل ده وصل 60%، ده بعد كل الحملات دي وصل 60%. امال لو ما كناش عملنا كده يمكن كانت وصلت على 20% بقى. يعني هي بعد 40 طلعت ل 60، بس لسه في 40 متبقيه ان شاء الله. لسه في 40% ما بيتبرعوش، ده خطر جدا. يا جماعه وانا مش هتضر، انا ولا هيحصل لي حاجه ولا المتطوعين هيحصل لهم حاجه، لكن في 3 مليون مستفيد مصري هيتهز. واحنا بصراحه رحنا وشفنا، احنا صورنا في اماكن كتيره وجمعيات كتيره وانشطه كتيره جمعيه رساله، وشفنا قد ايه فعلا الناس بتبرع بوقتها وبمجهودها وبفلوسها عشان تساعد الناس. بالظبط. حرام عمل خيري بالضخامه دي وبالروعه دي و3 مليون مستفيد من ابناء مصر ان احنا نضيعهم او نضيع نصهم. خطر جدا.